الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند هو أول رئيس بيزور لبنان بظل الفراغ الرئاسي، وما كان في رئيس جمهورية يستقبله، فغابت السجادة الحمراء عن قصر بعبدة وانفرشت قدام الرئيس الضيف بمجلس النواب والسرايا الحكومي. كما غابت المأدبة التكريمية اللي الأصول بتفرض إنه رئيس الدولة يعملها لنظير الضيف، ولكن اللي صار إنه الضيف هو اللي أولم للأقطاب اللبنانيين بمقر السفارة الفرنسية بقصر الصنوبر. ومقابل الفراغ الرئاسي المستمر بلبنان، هناك حضور لبناني سياسي مميز بأكثر من دولة بالعالم، والأبرز حالياً هو اللبناني الأصل ميشيل تامر اللي ممكن يصير رئيس البرازيل إذا استكملت إجراءات عزل الرئيس الحالي. السيدات اللبنانيات كمان لهم حصة بالحضور عالمياً، فاللبنانية لينا الأشقر صارت السيدة الأولى بالفيفا كونها متزوجة من السويسري جاني إنفانتينو اللي فاز بانتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وصار للبنانيين صهر أو مثل ما بقولوا سند الظهر بعالم كرة القدم. هذا فخر للبنان طبعاً، هي أنا لبنانية. المحامية اللبنانية أمل علم الدين كانت صدرت الأخبار بعد ارتباطها بالممثل العالمي جورج كلوني، أما اللبنانية ماري روزالين بشير كانت حاكمة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية. السيدات اللبنانيات عم يحتلوا مرتبة السيدة الأولى بأكثر من دولة إلا بلبنان، فجوليانا عواضة هي السيدة الأولى بالأرجنتين لأنها متزوجة من الرئيس ماوريتزيو ماكري، واللبنانية رولا سعادي هي السيدة الأولى بأفغانستان كونها زوجة الرئيس أشرف غني. وإذا رجعنا للعهود السابقة اللي مرقت على لبنان من أول رئيس جمهوري لليوم، منلاحظ أنه بين آذار وتموز العام 43 ما كان في سيدة أولى، لأنه الرئيس أيوب تابت ما كان متزوج، كما أنه عهد الرئاسي بين عامي 76 و82 خلي كمان من وجود سيدة أولى، لأنه الرئيس الياسر كيز كمان كان أعزب. بالمقابل سيدات كتار حملوا لقب اللبنانية الأولى من عهد الاستقلال، بداية مع لور شيحة زوجة الرئيس بشارة الخوري، زلفة تابت زوجة الرئيس كميل شمعون، روز روني بواتيو زوجة الرئيس فؤاد شهاب، نينا طراد زوجة الرئيس شارل حلو، إيريس هنديلي زوجة الرئيس سامي فرنجي، سولانج توتونجي زوجة الرئيس بشير الجميل، جوي سيان زوجة الرئيس أمين الجميل، نايلة معوض زوجة الرئيس روني معوض، منى جمال زوجة الرئيس الياس هراوي، أندري عمدوني زوجة الرئيس أميل لحود، وفاء سليمان زوجة الرئيس ميشيل سليمان. أما اليوم فالقصر الجمهوري مثل كتار من اللبنانيين ناطر فخامة الرئيس والسيدة الأولى. يعني مثل ما قالوا بالتقرير انه كتار من اللبنانيين ناطرين فخامة الرئيس والسيدة الأولى، بس على ما أظن انه كتار من السياسيين لا بدهم رئيس ولا بدهم سيدة أولى، وصار هالموضوع مكشوف وما بقى يمرق على حدا.